Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Today's video will be about expressing time. راح نديرو tasks على expressing time. الدرس هذا شفناه في الفيديو اللي فات اللي هو الدرس تاع connectors before, after, sorry, as soon as, when, until. وقرينا فيه past perfect and the past simple. معكم الأستاذ عجرود وفي هذا الفيديو راح نديرو مع بعض دي زيكزارسيس على expressing time. الأولاد ما تنساوش تابونيو إذا راكم جدد في لاشان وما تنساوش تبارتاجيو لاشان. التفاعل راه ناقص بزاف, حاولوا تشجعونا باش نخدمو معاكم أكثر. أوكي, let's start. الولاد هاد التمارين اللي درتهم اليوم راهم هزيناهم من مواضيع بكالوريات سابقة, يعني في البكالوريا حيجيكو حوايج كيما هك. اللي تبع الدرس مليح راح يعرف يحلهم بكل سهولة. نعاود نذكر برك بالدرس بطريقة مختصرة. قلنا باللي اكشن نربطو بالكونكتورز after, before, until, when, as soon as. وقلنا باللي لاكسيون الاولى نحطوها في الباست بيرفكت. لاكسيون معناها الحاجة اللي صارت الأولى, لاكسيون الفعل الأول نحطوه في الباست بيرفكت, ولاكسيون الثانية نحطوها في سيمبل باست, ونربطو بيفور معناها قبل, افتر بعد, اتسترا. نبدأ مع تاسك 1. Combine the pairs of sentences using the connectors in brackets. Make the necessary changes. The يعني راح نربطو بالجمل ونجريو التغييرات اللازمة, لانه ساعات ممكن نصرفوا فيرب, ممكن نزيدوا حاجه نقصوا حاجه. هذه هي واش معناها make the necessary changes. The Arabs conquered many rich provinces, يعني العرب غزوا مقاطعات غنيه كثيره. They became powerful, اصبحوا اقوياء. عندنا connector after, هذه جات في باك 2012 للاداب والفلسفه. هنا نبداو بافتر, نقدروا نبداو بافتر, نقدروا نحطوها في الوسط. خي قلنا في الدرس باللي نقدروا نبداو بها ولا نحطوها في الوسط. Well, after the Arabs, هنا الفيرب conquered في الجملة يرجع had conquered. After the Arabs had conquered many rich provinces, they became powerful. Powerful. حطينا لاكسيون الأولى حطيناها في الباست بيرفكت, والثانية حطيناها في الباس سيمبل. أصلا بقات عندنا الباس سيمبل, يعني بدلنا غير هذا الفيرب الأول الباست بيرفكت. We move to the second sentence. The employees stopped. The employees stopped misusing the internet. The company's productivity increased. العمال توقفوا عن إساءة استعمال الإنترنت. إنتاج الشركة ارتفع. هذه جات في بكالوريا 2014 الأدب والفلسفة. نبدأ, هنا أعطانا الرابط هو after. After the employees, هنا ورحت لاكسيون الاولى it stopped, طبعا توقفوا الساعه, ومن بعد زاد انتاج الشركه. يعني هاد ستوب ترجع هاد ستوبت. هنا غلطه, هنا employees after. After the employees had stopped misusing internet,
using internet, misusing the internet. كيما راهي the internet مع انه راهو صحيح نقولوا انترنت ولا ذا انترنت both are correct. هنا راهو واش نديرو؟ نديرو كاما نحيو النقطه ونحيو الماجيسكيل ونديرو كاما ونديرو مينيسكيل ذا companies the companies productivity productivity increased after the employees had stopped misusing the internet, the company's productivity increased. روحوا للنكست سنتنس. Ancient Egyptians mummified the bodies of the dead. They put the mummies in tombs. المصريون القدامى يحنطون جثث الموتى. يضعون المومياءات في القبور. هنا راح نربطوهم بافتر. وش نقولوا؟ يس نقولوا عندنا افتر. وي يوز افتر. افتر انشنت ايجيبشنز افتر انشنت ايجيبشنز هاد ماميفايد لانه التحنيط يجي قبل ما يضعوهم في القبر. اذا نقولوا هنا هاد ماميفايد ذا بوديز اوف ذا ديد ونديروا فاصله ونحيوا الماجيسكول هذه نديروا تي صغيره. ذي put the mummies in tombs. الفيرب put الولاد ملاحظه راه ما يتبدلش خلاص ما يتبدل لا في سيمبل باست لا في الباست باست بارتيسيبل. ديما هو put في البريزنت في الباست في الباست بارتيسيبل ما يتبدلش. after ancient Egyptians Egyptians انا نفضل نكتب نهز ندير كوبي كولي ون كوبي كولي ونغير ما يجب تغييره برك. Egyptians عندنا after ancient Egyptians mummified قلنا ترجع had mummified the bodies of the dead. هنا نحيو النقطة ونحيو الكابيتال لاتر ونديرو تي صغيرة. ما نساوش نديرو هنا كما of the dead. They put the mummies in tombs. Good. Next sentence. Next sentence. He graduated from college. He found a job as soon as. نبداو as soon as. As soon as he هنا تخرج من الجامعة وجد عملا. وانا اكسيوني تصرى الأولى طبعا تخرج اذا graduated هذه لازم ترجع had graduated. As soon as he had graduated from college كما he found a job. هذه من بكالوريا 2015 لغات أجنبية. جملة سهلة جدا. after درك نفوتو التاسك سوري بزتنا جملة هنا. The Athenian society moved forward. Athens renounced military-oriented education. احنا ربطوها بافتر. هنا السكان اثينا سكان اثينا moved forward شغل تطوروا. Athens renounced military-oriented education معناها Athens تخلات على التعليم العسكري. راح نربطوهم بافتر. after
افتر، وانا جمله تجي قبل اسكو يطوروا الساع ولا يتخلاو الساع التعليم العسكري. طبعا الجمله الثانيه هي نمبر 1، اذا لاكسيون رينونس راح تكون في الباست بيرفكت. راح نقولوا افتر اثينز هاد رينونس ميليتري اورينتد ايدجوكيشن ذا اثينيان سوسايتي موفد فورورد. هذه هي الجمله. خليني نهز هذه برك شنو بغيتي نكتب. افتر After Athens renounced, قلنا ترجع had renounced military oriented education. نحيو النقطة، ديرو كما، بعد كملو الجملة الأولى. The Athenians، sorry، هنا مادام فاصلة يجي small letter. The Athenian society moved forward. هنا لاكسيون ثانية تبقى في simple past، moved ما تتبدلش. Good. هاكو تشوفوا في موا في التمرين في موضوع بكالوريا كيفاه راهو ساهل. نفوتو دركا تاسك نمبر 2. Give the correct form of the verbs in brackets. After هنا راح نصرفوا لي فيرب اللي بين قوسين. After the Spartans to defeat the Helots, they became much more powerful. هنا عندي كلمة after اللي فيها ترتيب تاع دو اكسيون. لاكسيون الاولى هي to defeat، لاكسيون الثانيه هي became. راهي في past simple. قرينا في الدرس باللي الفيرب اللي يجي بعد after direct يجي في past perfect. اذا نقولوا had defeated، had defeated هذا هو الفيرب الاول تاعنا. The second, after the Spanish conquered the Inca Empire, they captured the Sapa Inca. هنا كيف كيف بعد after الverb هو conquer. إذا راح نحطه في الباست perfect. Had had conquered the Sapa Inca. ديما نحب نبدلكم اللون باش اذا تحبوا ديروا كابتور ولا تراجعوا ولا تكتبوا تفهموا واش كنا نخدموا. Well, after the Spanish had conquered the Inca Empire, they captured the Sapa Inca. It هنا عندي past date. هنا شوفوا عندي 1572 a date in the past. إذا اللي verb تاع الجملة من الأول اللي تحطوه في simple past it be. To be في past مع it وش هو؟ It was. It was the first step in a long campaign. It was the first step in a long campaign that past تعطيك وش هو؟ هو took. That took 2 decades of fighting but ended in Spanish victory in 1572. The conquest of the Inca Empire led the past led to campaigns into present day Chile and Colombia. هكا نكونو كملنا حل التمارين اللي وردت فيهم اللي جا فيهم درس اكسبريسين تايم في البكالوريا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس هذا مليح. شعبة اللغات الاجنبيه والاداب والفلسفه، ما تنساوش اي سؤال حطوه في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا شين ولا فيديو مع زملائكم. Goodbye, see you in another video.